أخبار الساحل مع لالا متمن. وفي أبرز عناوينها تتابعون: فتح باب داعي ملفات الترشح للانتخابات النيابية والمستقلة للانتخابات ترد على اتهامات المعارضة بسعيها للتزوير في الاستحقاقات القادمة. السلطات الموريتانية تنقذ عشرات المهاجرين السريين والبحث متواصل عن 27 مهاجرا مفقودين قبالة شواطئ واليبو. القائد الجديد لقوات الساحل يؤكد نجاعة المقاربة الأمنية الموريتانية والأمم المتحدة قلقة من تبعات الوضع في المنطقة. أهلا بكم إلى أخبار الساحل. فتحت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم باب إيداع ملفات الترشح للانتخابات النيابية على عموم التراب الوطني، وذلك بعد انتهاء الأجال القانونية لإيداع ملفات اللوائح الجهوية. وتشهد هذه الانتخابات مشاركة قوية لفرقاء المشهد السياسي بعد سنوات من المقاطعة. اصطفاف مرشح المجلس النيابي أمام المقر الرئيسي للجنة المستقلة للانتخابات يعد أول مشاهد فترة إيداع الملفات بالنسبة لمجلس النواب بعد إغلاق استقبال الملفات بالنسبة لمرشح العمد والمجالس الجهوية. الوقت الحالي الحمد لله ما في زحمة، الأمور ماشية بالسيابية، ما فاتوا فتحوا الباب غير بعد مبشر الحمد لله، وراجعين عن التمرين إن شاء الله كله على ما يرام، وتطرح الملفات بطريقة مضبوطة، وما فينا لاحظنا قبالة اختراقات، ما لاحظنا أي شيء. ذاك هو جينا البارح كانت في زحمة ومشينا خلينا، واليوم الحمد لله ما في مشكلة فيما يبدو. اللجنة المستقلة للانتخابات التي أجهض قرارها بتمديد العملية السابقة عن طريق القضاء ترى اليوم أن الأمر سيمر بانسيابية مع فترة إيداع ملفات مرشحي مجلس النواب. الناس كانوا واحدين مواسين عنه لا إلا جابوا اللائحة حوتوا فيها سامي الناس أنهم يسجلوا، واحدين مواسين عنه الوصل اللي يندفع التريزور أنه ما يجي يكون عاقب ذاك مولي اللائحة حتى قد تنطرح ياسم لهم ريقة اللي كامل الحمد لله يتقلبنا لي شرحناه والناس فهمته وظهر لي عن هاي المرحلة الفايتة لا يستفاد منها الجميع، يستفاد منها الجميع بالنسبة للفتح طروح الملفات اللي بدأ البارح. بعيدا عن اللجنة المستقلة تطرح عملية الترشيح إشكاليات عديدة لبعض الأحزاب التي يظهر فيها ما بات يعرف بالمغاضبين الذين ينتقدهم البعض بسبب ما يظهرونه من عدم انضباط داخل الأحزاب، أمر لا يستبعد مراقبون أن يتفاقم في هذه الفترة بالذات. هذه القضية تقلق باب الأمل أمام من تصوروا بأن الحزب الحاكم يمكن أن يراجع ترشيحاته للنواب في هذه الفترة، لذلك فإن الغضب ربما يشتد أكثر وربما تشتد الوتيرة أكثر وربما يشتد التنافس قبل بداية الحملة الانتخابية في الشهر القادم. مرحلة الترشيحات التي تعيش إحدى آخر أقسامها بعد فتح المجال أمام مرشحي مجلس النواب ستكون حاسمة في التشكيلة التي ستفرزها انتخابات فاتح سبتمبر المعتبرة من أكثر الانتخابات صخبا في تاريخ البلاد بسبب حجم المشاركة وتعدد مجالاتها. في ذات السياق نفى الأمين العام للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أحمد محمد الخير أن يكون الهدف من فتح تسجيل عن بعد على اللائحة الانتخابية ومساعي لعملية تزوير في الاستحقاقات القادمة. وأكد الخير في تصريح خاص بقناة الساحل أن اللجنة تسعى إلى تسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين المحول لهم التصويت على اللوائح الانتخابية في ظرف شهر واحد. هذا وكانت أحزاب معارضة رفضت الخطوة وقالت إنها إجراء يمهد لعملية تزوير كبيرة حسب تعبيرها. احنا ما نهدين شيء سوى شنو هو ياك نهيئوا ساحة للتزوير، نقولوا فقط ان احنا لاحظنا باللي الاحصاء كان مخصص له شهرين حكما عن شهر ضاع شهر بقى لا شهر واحد، والانتخابات فرض عليهم يعدلوا فاتح شتنبر من هاي السنة به اللي هذا ينص عليه الدستور ونص عليه نص عليهم واللي النصوص اللي منظمة لانتخابات موريتانيا، معناها لأن احنا بقالنا لا شهر واحد، شهر واحد فرض علينا من نسجله
ذاك العدد سجلوا مثلا عدد نفتح الباب لجميع الموريتانيين اللي لا بالغين يكانهم يقدروا يسجلوا. تواصل البحرية الموريتانية بالتعاون مع البحرية الإسبانية عمليات البحث عن 27 مهاجرا سريا فقدوا قبالة الشواطئ الموريتانية حيث كانوا في الطريق إلى أوروبا، فيما تم إنقاذ 75 آخرين. يأتي ذلك بعد أيام من توقيف باخرة تحمل أكثر من 120 مهاجرا في المياه الموريتانية. 27 مهاجرا سريا فقدوا قرب الشواطئ الموريتانية، وتحاول البحريتان الموريتانية والإسبانية العثور عليهم منذ صباح الأربعاء. المهاجرون المفقودون كانوا ضمن 102 على متن باخرة متوجهة إلى أوروبا، تم إنقاذ 75 منهم وما زال البحث جار عن البقية. ملف الهجرة السرية عبر الشواطئ الموريتانية عاد إلى الواجهة من جديد قبل أيام، فهؤلاء مهاجرون من جنسيات إفريقية جلهم من السنغال المجاورة، أنقذتهم البحرية الموريتانية بعد أن تعطلت سفينتهم في المياه الوطنية، وعلى متنها 125 لاجئا يطمحون لحياة أفضل في الضفة الأخرى للمحيط الأطلسي كما يقولون. الهجرة السرية من موريتانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي شهدت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، وتقول السلطات إن تشديدها الرقابة على حدودها البحرية كانت له نتائج إيجابية، لكن عودة المهاجرين إلى الشواطئ الموريتانية اليوم تثير الكثير من المخاوف. الأوضاع الاقتصادية والأمنية هي من تدفع بمثل هؤلاء لخوض ضمار الموت من أجل حياة أفضل، وهم يحلمون بما يعتبرونه فردوسا أوروبيا وإن كانت الرحلة إليه غير مفروشة بالورود. فالظروف الصعبة خلفهم والبحر وأمواجه المتقلبة وخفر السواحل ذو العين اليقظة أمامهم، وليس لهم سوى التسلل في ضفلة من سلطات البلد المضيف، والذي وإن كتب لهم الوصول إليه سيعيشون حياتهم هاربين من القانون. وينضم إلينا في الاستوديو للحديث أكثر عن هذا الموضوع الصحفي أحمد محمد المصطفى. حوالي 250 مهاجر سريا يعني تم إيقافهم على شواطئ الموريتانية في أقل من أسبوع، كيف يمكن تفسير الأمر وهل يمكن أن يعتبر بداية لعودة المهاجرين السريين من جديد؟ الأمر لا يحتاج لمجرد تكهن إعلامي، بل هو حديث رسمي. مدير رقابة الترابية في الشرطة الموريتانية أكد أن الأمر يعتبر عودة لهؤلاء المهاجرين، لكنه تحدث أنه ما زال في طور المحاولة، لأنه يعني واقعيا لم يصل إلى الآن أي مهاجر سري إلى السواحل الأوروبية. الأمر بصورة أشمل دون خوض في تفاصيل هو اختلال واضح لعلاقة الجنوب بالشمال، وعلاجه حتى الآن يؤدي لازدياده لأنه يركز على البعد الأمني فقط. ما يقع الآن في المحيط الأطلسي هو انعكاس للإجراءات التي اتخذت في البحر الأبيض المتوسط، وخصوصا ما وقع في ليبيا بعد وصول الخطر إلى منابع النفط. وبالتالي المهربون والأمواج البشرية الباحثة عن أمن، عن استقرار، عن مساعدة من تركتهم خلفها سيبحثون عن منفذ آخر، يبدون الآن سيكون المحيط الأطلسي. طيب، لكن السلطات الموريتانية تقول إن تشديد الرقابة على الحدود البحرية كانت له نتائج إيجابية يعني في محاربة المهاجرين السريين، وكان دليل على نجاح الجهود المبذولة في هذا المجال. ما ينقص هذه الدول ليست موريتانيا فقط، هو أنها ينبغي أن لا تقبل أن تكون مجرد شرطي للأوروبيين، وأن يكون الجهد الأمني مصحوب بجهد تنموي، لأنه هؤلاء المهاجرون لو وجدوا ظروف استقرار في بلدانهم لما غادروها. لو خصص جزء من الدعم الأمني لحراسة
ضد هذه الدول في أراضينا خصص لمشاريع تنموية لتشغيل مثلا الآن أغلب المهاجرين الذين وصلوا شواطئ موريتانيا هم من السنغال. لو وجه هذا لدعم تنموي في هذه البلدان مجرد نسبة من الدعم الأمني لحل جزء كبير من المشكل. خطر هذه الاستراتيجيات المعتمدة حتى الآن أو على الأقل شق كبير منها هو أنها تعتمد كاستراتيجيات أمنية فقط، وبالتالي تحول هذه الدول إلى شرطي يحرس حدود الأوروبيين دون أن يستحضر الجانب الاجتماعي للظاهرة، وهو أن هؤلاء لم يذهبوا اختيارا، إما دفعتهم ظروف حروب في بلدانهم أو دفعتهم ظروف فقر شديد بل انعدام أسس الحياة. طيب بالعودة إلى هنا، يعني برأيك ما هي التحديات التي يمكن أن تطرحها عودة المهاجرين السريين من جديد إلى شواطئ موريتانيا؟ بالتأكيد سيتم رفع التحدي الأمني، وهي فرصة لهذه الدول أن ترفع من سقفها وأن تدخل الجوانب الأخرى، لكن أتوقع أن يكون التركيز بشكل أكبر على الجوانب الأمنية، أن تتعزز الدوريات الأمنية في البحر وحتى في البر، وإن كانت النسبة الأكبر ستكون في البحر لأنه نسبة 85-90% من المهاجرين الذين يصلون أوروبا على الأقل خلال السنوات الثلاثة الأخيرة كانت عن طريق البحر. طيب أوروبا تحاول إيقاف المهاجرين يعني القادمين من الدول الإفريقية، أي دور يمكن أن تلعبه موريتانيا يعني في هذا المسار؟ موريتانيا يمكن أن تلعب دور كبير في مواجهة هذه الظاهرة، لكن كما ذكرت إذا استحضرت كل الأبعاد ولم تنظر إلى الظاهرة بعيون الأوروبيين، الأوروبيين ينظر لها بعين أمنية فقط، وموريتانيا وبقية الدول الإفريقية ينبغي أن تنظر لها بنظرة أشمل تستحضر كل الأبعاد، وأولها هو الجواب على سؤال لماذا هاجر هؤلاء. هاجروا لأن الظروف في أماكنهم الأصلية لم تعد تسمح لهم بالاستقرار، إما نتيجة لحروب إما نتيجة لتدهور أوضاع غذائية وصحية، وبالتالي معالجة هذه الأسباب ستنجح أي استراتيجية بشكل أكبر، بدل أن نحول بلداننا إلى معتقلات كبيرة ونحول أمننا إلى شرطة دول أجنبية، مراقبة دول أجنبية. أشكرك جزيل الشكر أحمد ومحمد المصطفى صحفي كنت ضيفا معنا في الاستوديو. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الاعتداءات التي شهدتها منطقة الساحل خلال الأشهر الأخيرة قد زادت الأمر تعقيدا. من جهة أخرى قال القائد الجديد لقوات الساحل حنان ناولسيدي إن تكمل الاستراتيجية الموريتانية لمحاربة الإرهاب والتطرف نقلت المعركة من موريتانيا إلى خارجها. تكامل الاستراتيجية الموريتانية لمحاربة الإرهاب والتطرف والتي شملت العمل العسكري وإعادة هيكلة الجيش وتعزيز دور السلطة القضائية نقلت المعركة من موريتانيا إلى خارجها. هكذا وصف الفريق حنان ناولسيدي قائد القوة المشتركة للساحل الوضعية الأمنية في البلاد في تصريحات صحفية. تصريحات ناولسيدي تتزامن مع صدور تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الوضعية الأمنية في المنطقة. التقرير الذي يشمل الفترة ما بين يناير ونهاية يونيو الماضيين يفيد أن الاعتداءات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة زادت الأمر تعقيدا، وأن الوضعية في مجال السلم والأمن في الساحل ظلت رهينة الظروف الأمنية التي سادت في كل من مالي ونيجيريا والنيجر وتدهور الوضعية الأمنية في بوركينا فاسو. الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها بلدان في منطقة الساحل عززت بقاء قوات برخان لفترة أطول بعدما تحدثت بعض الأنباء عن عزم باريس إنهاء المهمة والاعتماد على القوات المشتركة لبلدان الساحل. أخبار الساحل متواصلة وفيها لكن بعد الفاصل. هل الوقت من يتحكم بنا أم نحن من يتحكم به؟
أهلا بكم من جديد. يعد الالتزام بالوقت وضبط المواعيد إحدى ظواهر الحضارية التي تكاد تنعدم لدى جزء كبير من المجتمع، وهو ما يرى متابعنا أنه يؤثر على سير العمل في الكثير من الإدارات ويلقي بظلاله على مختلف جوانب الحياة. قد تبدو الحركة في شوارع العاصمة أكثر سرعة للقادمين من داخل البلاد بمنظر يشيء بانشغال الجميع، لكنها سرعة يحفظ أصحابها غيابا في دقة المواعيد وتوزيع الوقت. وهنا قد تحضر في الوقت المحدد لك، لكن تجلس طويلا منتظرا من دعاك للحضور. تستغل الفرصة أحيانا لتبادل أطراف الحديث، أو لمشاهدة فيلم، أو لتصفح الهاتف. وبين هذا وذاك قد تشعر بالتذمر أحيانا. ظالمة عن نخبة نخبة المثقفة اللي ما يحترم الوقت، لكن أساس واحد تكمي عاد يجيك بعد ساعتين ولا ثلاثة، وهذا اللي يتعلموا منهم الناس العامية، وما رودوا هما بالذال يحتذى به، هذا العكس تماما. سيل من المبررات يواجهك به المتأخرون عن مواعيدهم في العاصمة نواكشوط، أبرزها التعلل بالمسافات الطويلة وزحمة المرور الخانقة، إضافة إلى البرامج المثقلة بالمشاغل وغيرها، أمر يجعل من الالتزام بالوقت المحدد تحديا كبيرا. هم عاملين أساسيين قضية الوقت، هم أولا سيد كذا سيو يركب واحد تاكسي يفوت في كارفور ما دريد والله في كارفور بي ام دي يفوت عنك حصلوا 80 تلفن يقول لك قريب منك وهو حاصل في سيد كذا سيو. هم عامل ثاني يعود جاي مقوطر يجبره القاش يحكم بيدو تيسلم عليه، ما يقدر يفصل معه، ما يقدر ينطر منه أيده لأنها ما هي أديبة، وتشوف يتم حاصرهم حاصرين تعود ساعتين والله لا. هذا مجتمع الموريتاني المتدين بطبعه لا زال يخرج الالتزام بالمواعيد من دائرة الالتزام الديني، رغم تأكيد البعض على ربط احترام المواعيد باحترام الآخر والمنظومة القيمية. أنا ظاهر لأنها ياكد قلت وعالش يلا نرجعوا فيها لأول شيء. عادي احنا ديننا، احنا ديننا في أكثر من موضع عفوا يوصي باحترام العهود واحترام العهود واحترام الوقت، لا من احترام العهود. الإخلال مثلا بالمواعيد قالوا كذبتوه بشكل عاد. تجارة والأعمال والخدمات العمومية أكبر الخاسرين من غياب الدقة في المواعيد بموريتانيا، فعادات البادية وما تحمله من فسحة في الوقت والمكان لا زالت غالبة على أغلب سكان المدن الكبرى. محمد الحافظ، الساحل تي في، نواكشوط. سيدي محمد جكنا في موعده لتقديم جديد الاقتصاد. أهلا بكم إلى المنتدى الاقتصادي. قالت شركة موريتانيا إيرويز إنها ستكون أول شركة إفريقية تستخدم طائرة من نوع A175، وذلك ابتداء من العام المقبل. وأكدت الشركة على صفحتها في الفيسبوك أنها قدمت طلبا لشراء طائرتين من نوع A175 ستنضمان إلى الأسطول الموريتاني ابتداء من عام 2019. صادق البرلمان الموريتاني على مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم، وتتيح الاتفاقية لشركة سنيم الحفاظ على روابط الثقة مع الجهات المانحة والشركاء الآخرين ومواصلة إجراءات تطوير الشركة وخلق فرص عمل ومواجهة ضغوط السوق المتزايدة كتقلبات أسعار خام الحديد والمنافسة ومتطلبات الجودة والمعايير البيئية والاجتماعية. انطلقت في نواكشوط أشغال الاجتماع الدوري بين موريتانيا والشركاء الفنيين والماليين، الاجتماع الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية ومنسق برامج الأمم المتحدة للتنمية، تضمن جدول أعماله مراحل تقدم استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ووضعية التنمية الحيوانية والزراعية
في موريتانيا، وينظم هذا الاجتماع كل من كل 3 أشهر بهدف التنسيق والتشاور بين موريتانيا والشركاء في التنمية حول تقدم الاستراتيجيات التنموية المشتركة. نهاية الموجز الاقتصادي، عودة إلى الاستوديو. الآن إلى جديد الملاعب الرياضية مع عماد أحمد بابا. الرياضة من الساحل تي في، أهلا بكم. وصلت بعثة المنتخب الوطني للشباب إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، وذلك لخوض مباراة العودة في الدور 3 من تصفية كأس أمم إفريقيا للشباب أمام منتخب نيجيريا مساء السبت المقبل. وكان المدرب بايبا قد أجرى قبل مغادرة العاصمة نواكشوط بعض التغييرات الطفيفة على التشكيلة المستدعاة لمباراة العودة، حيث تم استبعاد محمد ولي سلكو وأحمد سالم ولي الفلاني مع ضم بعض الأسماء التي لم تتمكن من المشاركة في مباراة ذهاب في نواكشوط السبت الماضي. يشار إلى أن لقاء الذهاب بين المنتخبين الوطني والنيجيري في نواكشوط كان قد انتهى بالتعادل بهدف لمثله، ويكفي شباب المرابطين التعادل بأكثر من هدف أو تحقيق الانتصار بأي نتيجة للحصول على بطاقة التأهل للنهائيات لأول مرة في تاريخ الكرة الموريتانية. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف جولين لوباتيغي المدرب الجديد لريال مدريد من إمكانية رحيل الويلزي غاريث بيل نجم الفريق الملكي هذا الصيف. وبحسب ما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن غاريث بيل يعد من العناصر الأساسية في خطة جولين لوباتيغي مع ريال مدريد في الموسم المقبل. وأضافت الصحيفة أن جولين سيعطي غاريث بيل الحرية والقيادة في ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو نحو يوفنتوس. وتابعت الصحيفة أن بيل غاب عن 50% من مباريات ريال مدريد في آخر 5 سنوات بسبب الإصابات المتكررة. يتمتع غاريث بيل باهتمام كبير من مانشستر يونايتد الإنجليزي الساعي لضمه في الصيف الجاري مقابل 150 مليون يورو. نادي ريال مدريد لا يمانع في رحيل الكوستاريكي كايلور نافاس حارس مرمى الفريق في الصيف الجاري إذا ما أراد الحارس ذلك. صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونيا قالت إن ريال مدريد لن يضع عراقيل أمام رحيل نافاس بعدما أنهى اتفاقه على صفقة التعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا من تشيلسي مقابل 35 مليون يورو بعقد يمتد ل4 سنوات. أضافت الصحيفة أن ريال مدريد لن يقف في وجه الحارس الكوستاريكي إذا أبدى رغبته في الرحيل عن قلعة البرنابيو. يشار إلى أن ريال مدريد ضم نافاس من ليفانتي بعد مونديال البرازيل عام 2014 مقابل 10 ملايين يورو. دائما مع أخبار الانتقالات، حيث اقترب ليفربول الإنجليزي من حسم صفقة البرازيلي أليسون باكير حارس مرمى روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. صحيفة إكسبرس أكدت أن الطرفين حسما صفقة باكير، وذلك بعدما قدم الفريق الإنجليزي الطلبات المادية التي أقنعت إدارة الفريق الإيطالي بالاستغناء عن حارس مرماهم البرازيلي. أوضحت أن ليفربول قدم 75 مليون يورو للظفر بخدمات باكير صاحب 25 عاما، وذلك بعد صراع مع فريقي ريال مدريد وتشيلسي. وأشارت إلى أن الصفقات السابقة بين الفريقين مثل المصري محمد صلاح كانت السبب الرئيسي في حسم تلك الصفقة نظرا للعلاقة الوطيدة بين الطرفين على مدار السنوات الماضية. عين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاعبه السابق الإيطالي تياغو موتا في منصب المدير الفني لفريق الشباب تحت 19 عاما. وسيقود موتا البالغ من العمر 35 عاما الذي حصد 27 لقبا 18 منها بقميص الفريق الباريسي
شباب باريس سان جيرمان في أول حصة تدريبية صباح غد الخميس. وأشار النادي الباريسي في بيان له إلى أن مهمة اللاعب الدولي السابق الذي خاض 30 مباراة مع منتخب إيطاليا هي الوصول بفريق الشباب تحت 19 عاما إلى منصات التتويج، سواء في البطولة الفرنسية المحلية أو في الدوري الأوروبي للشباب. تجدر الإشارة إلى أن موتا الذي لعب للفريق الباريسي بين عامي 2012 و2018 إلى أن أعلن اعتزاله لكرة القدم. وقت الختام، تحية وللقاء. هنا نصل بكم إلى نهاية أخبار الساحة، تذكير بأبرز العناوين. فتح باب إيداع ملفات الترشح للانتخابات النيابية والمستقلة للانتخابات ترد على اتهامات المعارضة بسعيها لتزوير في الاستحقاقات القادمة. السلطات الموريتانية تنقذ عشرات المهاجرين السريين، والبحث متواصل عن 27 مهاجرا مفقودين قبالة الشواطئ وليبو. القائد الجديد لقوات الساحل يؤكد نجاعة المقاربة الأمنية الموريتانية، والأمم المتحدة قلقة من تبعات الوضع في المنطقة. نشكركم على كرم المتابعة، في أمان الله.